أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال معالي القائد العام. رغم أن الظلم الخليفي والترصد لأبناء الشعب البحريني من قبل الخليفيين ليس بالأمر الجديد، إلا أن خبر الحكم بإعدام 6 مواطنين من قبل المحكمة العسكرية الخليفية زاد من الحنق الشعبي المشوب بالحزن، الحزن الذي تحول إلى حراك غضب جعل البلدات البحرانية في حالة استنفار. فقد خرج المواطنون في بلدة أبو صيبة حاملين شعار أتهددنا بالموت، فيما حمل الأهالي في بلدة المصلى صور الشهداء مستذكرين تضحياتهم ومتوقدين من نهجهم التضحوي الذي لا يعجز أمام آلة القتل الخليفية. أما أهالي شهركان فحملوا علم البحرين بجانب صور الشهداء ورددوا شعارات ضد الملك الخليفي حمد عيسى. والشعب صمد وما يريدك أحد. وكان لبوري وأهلها موقف حازم كبقية البلدات، حيث خرج الرجال والنساء في مسيرة غاضبة رددت شعارات إسقاط النظام. وفي الدراز كانت التظاهرة حاشدة رفضا لأحكام الإعدام، وسرعان ما تحولت التظاهرة إلى اشتباك مع المرتزقة التابعين لوزارة الداخلية الخليفية. وهكذا كان الدور على أهل المعامير، حيث قمعت المرتزقة تظاهرة جاب الشوارع البلدة ورددت شعارات منددة بالأحكام الظالمة.